اقتراح جديدة حصرية على قناة أسرار العالم الروحاني لمواليد برج الميزان. صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من أسرار العالم الروحاني. وانزل فيها التعليقات، صلي على الحبيب المصطفى بنية الفرج عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الكاشف، بسم الله الكاشف، لا إله إلا الله. شايف إن عندكم الأيام اللي داية عندكم حظ حلو في كذا حاجة، شايف إن عندكم حظ حلو في كذا حاجة، وهتدبروا الأمر اللي أنتم فيه، والحد اللي مركز معاكم ودمر حياتكم في الوقت المناسب ربنا هياخد لكم حقكم، هياخد لكم حقكم ربنا في الوقت المناسب. بس انت خلوا أعصابكم هادية، بلاش العصبية، بلاش العصبية، العصبية هتضيع من عليكم الفترة اللي داية، لإما لقاء لإما حاجة مهمة، يعني بلاش العصبية عشان هتضيع عليك حاجات كويسة. شايف هنا عندكم حد مريض، الحد ده ربنا هيشفيه بإذن الله تعالى. شايف بشرة، بشرة خير من الحد ده، وأخبار حلوة بمشيئة الله. شايف هنا حد مخنوق، حد في سجن، حد مقفول عليه ببان، حد مظلوم، شايف حد مظلوم في سجن، يعني شايف ان هو بيدور على البراءة بتاعته بأي طريقة. ان شاء الله ربنا هيخرجه من الضيقة بإذن الله تعالى. شايف هنا بلاش تتكلموا عن أي حاجة تخص حياتكم، بلاش تتكلموا عن أي حاجة تخص حياتكم. شايف هنا البعض منكم مستني هذا الفترة دي، مستني هذا الفترة دي بقدر المستطاع. بس شايف ان هنا في حاجة انتوا خايفين منها، حاجة خايفين منها، ما تقلقوش علشان هي مش هتحصل، فما تقلقوش. عندكم كمية شك، شاكين في الشريك، بس الشريك بيحبكم، الشريك بيحبكم. هذا القراءة احبابنا في الله عامة رجال ونساء، قراءة مفتوحة، خد اللي طابق ليك. شايف ان انتوا هنا فقدتم ثقتكم في ناس كتيرة وما قادرينش تستحملوا، فقدتم ثقتكم. شايف ان هنا انتوا خيركم على الناس اللي حواليكم، خيركم على الناس اللي حواليكم. شايف هنا دوا قلبكم جرح، عيونكم دايما بتنزف دموع. هدوا اعصابكم، هدوا اعصابكم، هدوا أعصابكم. شايف هنا قلبكم ابتدى ينبض من جديد، ابتدى ينبض من جديد. الأمور عندكم هنا هتختلف. شايف هنا أنتوا بتدوروا على راحة البال، بتدوروا على الأمان، بتدوروا على الطبطبة. شايف إن أنتوا هنا بتدوروا على الاحتواء رغم الهم والخنقة اللي عندكم، رغم يعني ان انتم هنا شايف عندكم امور فيها حلوه، شايف امور حلوه باذن الله تعالى. بس اطلع من الطاقه السلبيه، يعني انتم هنا ما لاقينش حظكم مع ناس، مع الناس اللي حواليكم دي مش لاقين حظكم معاها. الوضع اللي جواكم الفتره ده هيخرج، شايف ماشي، يعني شايف ان انتم قاعدين طول الوقت جسمكم وضعكم همدان، كسل، خمول، تعب، مع انه في نبضاتكم في القلب سريعه. شايف هنا يعني حاولوا تطلعوا من الطاقه، لان انتم هنا محتاجين توأم روحكم، محتاجين حد يطبطب عليكم. بس انتم فقدتم ثقتكم في ناس كثيره. بس انا شايف هنا ان انتم هتاخدوا خطوه جديده وهتفعلوا حاجه جديده، في تغيير عندك، في تغيير هنا. انتم فوضتوا امركم لله ونعم بالله العلي العظيم، بتقول احنا مش عايزين حدا من حد. شايف هنا في علاقة عندكم مع حد، في علاقة في رجوع فيه، او في زواج، في ارتباط، شايف في اخبار حلوة، في اخبار حلوة بإذن الله. يعني هنا هتبدأوا تضحكوا بسبب القهر اللي ذواكم والظلم اللي ظلمتوه. ان شاء الله الفرحة خلاص على عتبة بابك، خلاص هتفتح ليك الحظ، باب الرزق، باب السعادة، باب الفرحة.
ان شاء الله، اللي هو الحزن اللي خلقكم، ما خليكمش قادرين تنسوا ولا قادرين تعملوا اي حاجه جديده. شافنا فعلا يعني انتم دلوقتي بتقولوا طاقتنا خلصت، مش مستحملين حد او مش عايزين حد، عايزين نخرج من اي مخرج في حياتنا. ربنا حاسس بيكم وعارف انكم بتعافروا وبتجاهدوا، يعني اشد المعافرة. ان شاء الله الباب هيفتح امامك، باب الراحة، باب السعادة، عندك خبر كويس، خبر هيسعدك، واللي انت شاكك فيه مش هيحصل، اللي انت شاكك فيه. وبلاش الشك، بلاش الظن، بلاش الشك الكتير، بلاش الغيرة. شايف هنا الانفرادة الكبيرة اللي ديالك، انت مش متوقع، هتكون بعد الصبر اللي انت صبرته ومن بعد الزعل والمشاكل اللي حصلت معاك. في حد هنا، في حد عايزك تساعده وتسامحه، عايزك تساعده وتسامحه. هو ظلمك، هيدا يطلب منك السماح، هيدا يطلب منك السماح هذا الشخص، لانه طالب مساعدتك. هو ظلمك وكان عقبة كبيرة في حياتك. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف ندمك هيلمع وعندك انبساط في حياتك. انا شايف ان اديلك اموال غير متوقعة، ما كنتش متوقعها، لاما في نجاح في مشروع او وظيفة جديدة، في حاجة انت هتعملها، يعني هيكون عندك نجاح منها. في رسالة ديالك انت مستنيها بقدر المستطاع، ديالك فيها بشرة خير ليك، فيها بشرة خير ليك، وفي هدف طار انتظاره. في هنا شخص انت عمال تقاسي معاه وتزعج معاه او تشادر معاه، لكن هو مازال بيحبك وواقف معاك. الشخص ده مهما انت عملت يعني بتيجي عليه برضه، بس هو بيحبك جدا وحابب ان انت تكون ناجح. هذا الشخص شايف ان انت في حالك، شايفك ما بتدخلش في خصوصيات، لكن ما بتحبش الغلط. شايف هنا برضو اللي على طول مركز معاك ومش سايبينك في حالك وحاسدينك على اي حاجة، علشان دايما كده ان شاء الله ربنا بينصرك. انت وقعت في مشكلة هنا، وقعت في حفرة او في مشكلة ما كنتش متوقع انك تخرج منها، لكن خرجت باذن الله تعالى. في حد عليه اوراق في الحكومة او محاكم بتخلص في اوراق، او حد قريبك مسدون، او انت عليك احكام، او حدا بتخلصها، ان شاء الله هتخلص على خير بمشيئة الله. شايف عندك تفكير هنا، انت بتفكر في اللي حواليك بشكل كبير جدا، ومحدش مقدر اللي انت بتعمله. هو ده اللي انت بيخليك زعلان تعبان، لانك انت بتعمل وبتدي ومحدش بيقدر اللي انت بتعمله، فكده بتكون زعلان. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف هنا منكم برضه هنا بيشتري مسكن او بيت او نقلة، حابب ينقل من مكان لمكان، ان شاء الله في نقلة قريبة بمشيئة الله تعالى. ربنا هيكرمك من حيث لا تحتسب. الناس اللي بتراقبك من صامت ضي، الناس اللي بتراقبك الفترة اللي داية هتحط النقط على الحروف معاهم. الناس دي في بشرة ديالك، بشرة ديالك. الفترة دي فترة مميزة وجميلة، ان انت تطلع من اللي انت فيه من الطاقة السلبية وتغير في اي حدا من حياتك. شايف هنا في مناسبة، مناسبة هتخليك فرحان، وفي فرحة في أرض بيتك هتديك طاقة إيجابية. أنت محتاج أي حدا تديك طاقة إيجابية، مش محتاج السلبيات، مش محتاج السلبيات ولا الكلام السلبي. شايف هنا في انتصار، في انتصار. الانتصار ده هيخليك تطلع من طاقة الكسل، هتطلع من طاقة الكسل، وهيخلي رزقك حلو، وهتبقى شخص مختلف. يعني شايف يا طب شخص مختلف، عندك خروج من كربة او من كرب
أو من فوضى أو من محنة، عندك طاقة خروج، طاقة خروج عندك هنا ماشي، تعب في الدسة، تعب، الحسد عليك شديد شوية، عندك كمية حسد رهيبة، بدل مرة اتنين وتلاتة حسدوك مش سايبينك في حالك. بس بسم الله عندك هنا، اللهم صل على سيدنا محمد، في رزق ديلك كبير بفضل الله تعالى، خلاص هانت، في هتقابل توأم روحك، في خرودة أو فسحة، في كلام، في عتاب ما بينك وما بين حد عزيز على قلبك، في عتاب ما بينك وما بينه، لكن في رجوع ما بينك وما بين الحبيب أو الشريك، في رجوع ما بينكم. وكما كنا هنا، في فرحة في أرض بيتك، ممكن أقول زواج أو خطوبة أو ارتباط أو فرحة بمولود ما شاء الله. أنتم هنا كمان شايف هنا ماشي، في شوية حاجات حاصلة معاكم مش عارفين تفسروها. في ست هنا، الست دي عندكم دي، الست دي قريبة، عامل سحر على ليكم، عامل سحر بينكم وبين الشريك، مش عايزكم تكونوا مع بعض او تكونوا ناجحين او تكتملوا او يعني تكملوا مع بعض. السحر ان شاء الله ربنا ينصرك عليهم، هينصركم عليهم، وهيتفك السحر بمشيئة الله تعالى، وهتطلعوا من الضغوط ومن الكركبة اللي انتوا فيها، هتطلعوا منها بقدرة الله تعالى. ماشي، انتوا في عندكم هدف حاطينه قدامكم، بتبصوا له من بعيد، الهدف بتبصوا له من بعيد، هتوصلوا للهدف اللي انت عايزينه، هتوصلوا له بقدرة الله تعالى. ما تتكلموش عليه، انتوا فعلا ما حابينش تتكلموا عليه الهدف، فما تتكلموش عليه. طب هنا انت الفترة دي، بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد، ادعموا الفيديو باللايك احبابنا في الله فضلا وليس امرا. شايف هنا هترد فيكم الروح، وبعد ما ترد فيكم الروح شايفكم هنا هتكونوا مبسوطين جدا، عندكم كمية انبساط. شايف منكم اللي عايز يشتري سيارة، عايز يشتري مسكن، عايز يشتري ذهب، عايز يهدي حد هدية. شايف هنا عندك هنا جواك كركبة، عندك جواك كركبة، وهتلاقي الإجابة اللي انت محتاجها على السؤال. ومن بعد ما هتلاقي الإجابة مش هتدي أي اهتمام لأي حد تاني. شايف ماشي، بتصحوا تعبانين، مخنوقين، في علامات زرقاء في الجسد، في تساقط في الشعر، ألم في الظهر، هذا من السحر أحبابنا في الله. هتطلع من المحنة اللي انتوا فيها، هتطلعوا من المحنة اللي انتوا فيها، خلاص هانت، في ردوح حق، عندك ردوح حق، في مال دايلك، ممكن نقول مكافأة أو هدية أو ردوع دين، ردوع دين. هذا المال دايلك، ممكن نقول حوالي او ردوع دين، دايلك قدامك ثلاث نقط ودايلك، هذا الحوالي المال، ممكن نقول حوالي او مال، كما قلنا في مال دايلك باذن الله تعالى، وكما قلنا في رجوع للمنفصلين، في عتاب، في عتاب وفي رجوع، وفي فرحه في ارض بيتك كما قلنا، ان شاء الله تكون فيها السعاده ليك باذن الله تعالى، وهتاخذ حقك بقدره الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك، وانت خير المبشرين كلها فضلا وليس امرا. احبابنا في الله، ادعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناه فاشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني. وان كنت بتعاني من السحر او من مس او من تعطيل او من تابعه، كلها الفيديوهات العلاج منزلها من قبل داخل القناه او الرقم امامكم، اتواصل معكم أنا واتس، وإن شاء الله نكون في حسن ظنكم، والسلام عليكم.